السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. طلب مجموعة من المهندسين، زي ما حضراتكم شايفين هتلاحظ انهم طالبين مهندس تخصص كهرباء ثالث، مهندس حاسبات ثالث، مهندس الكترونيات واتصالات ثالث، مهندس تخصص مساحة ثالث. الثالث دي هي الدرجة، يعني مش عشان بس محدش يفتكر حاجة. مهندس تخصص مدني ثالث وباحث قانوني ثالث. تعالوا بينا نشوف مع بعض الشروط. طبعا كل واحدة من دول انت بتضغط عليها ينفع انك تقدم عليها، ولكن تعال بص على الشروط الاعلان واحدة واحدة. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بيعلن عن حاجة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابع لوزارة العدل لتعيين عدد 50 في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات التالية. نركز يا جماعة: مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات، مهندس اتصالات، ومهندس حاسبات. كذلك عدد 250 في وظيفة باحث ثالث قانوني بالمستوى الوظيفي الثالث جيم، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية. تعالوا بينا من بعض نشوف ايه هي الشروط المطلوبة لهذه الوظيفة. أول حاجة يكون متمتع بالجنسية المصرية، تاني حاجة يكون محمود السيرة حسن السمعة، تالت حاجة ألا يكون سبق عليه الحكم في عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحريات، يعني اللي كان مقبوض عليه ولا أي حاجة من هذه التفاصيل، ألا يكون تم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدور 4 سنوات على الأقل، ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عام في تاريخ نشر الإعلان اللي هو التاريخ بتاع النهاردة 26/2، أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل عالي هندسي بيتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة ومقيد بنقابة المهندسين. فهنا يا جماعة ربطوها إن لازم تكون حضرتك مقيد بنقابة المهندسين. سابع حاجة أن يكون المتقدم لوظيفة باحث ثالث قانون حاصل على ليسانس الحقوق أو ما يعادله. تامن حاجة أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد جدا على الأقل، فده معناه الناس اللي جايبة جيد أو مقبول مش هيكونوا معانا في هذه الوظائف. طبعا مش بس الشروط دي، لا لازم كمان تجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة واكتشاف اجتياز الكشف الطبي واختبار المخدرات، وأن يكون هناك إقرار بجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان في مصر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. وكذلك هتلاحظ إنه المبلغ اللي بيتم سداده هو مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وده عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك زي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة اللي بتعمل في نظام التمويل الحكومي. من فضلكم خدوا رقم الحساب صوروه علشان وانتوا رايحين هناك وهم عارفين الجهة دي، فما تقلقوش من هذه النقطة. تعالوا بينا ندخل على التفاصيل. المستندات المطلوبة: صورة شخصية، بطاقة الرقم القومي، سارية الوجهين، صحيفة الحالة الجنائية، سارية وموكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل، المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد مقصود به دراسات عليا وهكذا، كارنيه النقابة بنقابة المهندسين ساري فيما يخص وظائف الهندسة، وده مطلوب يا جماعة، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور، الخدمة العامة للإناث إن وجدت، وشهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة، بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة. كذلك لن ننسى إيصال الإيداع البنكي، وهتلاحظ بإن كل المستندات دي لازم حضراتكم ترفعوها بصورة ملونة، بمعنى إن حضرتك بتصورها على الموبايل أو تاخدها سكانر على جهاز السكانر، ولازم يكون موبايل ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، ممكن إنهم يكونوا أبيض وأسود. النقطة المهمة إن الصور بترفع بصيغة الجي بي جي وليس بأي صيغة تانية، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا. في نقطة مهمة، لأن في ناس بتاخد سكانر والسكانر بيبقى، يعني أنا فاكر أنا خدت سكانر في مرة ورفعته على أعلى جودة فخلى المساحة تقريبا داخل على 100 ميجا، طبعا حاجة رهيبة جدا فمش هتترفع. فنصيحة مني تجمع ما بين الصورة كويسة وفي نفس الوقت ترفع بشكل جيد. تلاحظ الموافقات يجب التأكد منها كويس جدا، عدم مطابقة الشروط بمعنى إن في اسم مكتوب غلط عن الاسم المكتوب في الاستمارة هتترفض، فنصيحة مني تأكدوا من هذه التفاصيل. كذلك تسجيل الخاص بهذا الرقم التسجيل، أول ما بترفع الملف بيجيلك رقم التسجيل احتفظ بيه كويس جدا، لأن كل هذه التفاصيل يجب إنك تأخذها في الحسبان. هتلاحظ بأن التقديم هيكون إن شاء الله من 1/3 حتى 16/3، ونصيحة مني يا جماعة قدموا أول ما يفتح، لأنه أحيانا الموقع بيقع وأحيانا بيبقى عليه ضغط. خليك محضر ورقك وفي السريع ادخل على طول ابدأ وسجل.
طبعا حضرتك اول ما بتدخل على هذا الموقع بيفتح لك موقع الوظائف الحكوميه، بتدوس ركن الوظائف، تعالوا بينا مع بعض نشوف ناخد كمثال مهندس تخصص كهرباء ثالث، ايه هو يا ترى ايه المطلوب؟ اهو حضرتك بتقدم على هذه الوظيفه، بيشغل وظيفه مهندس الهيئه الهندسيه، دي المهارات المطلوبه، بيلاحظ اداء الاعمال الهندسيه انجازها، اعداد التقارير الهندسيه ومراجعتها، تركيب وتشغيل وصيانه الاجهزه والمركبات والالات، المعرفه الكافه بالقوانين واللوائح، والقدره على التعامل مع الحاسب الالي. بصوا بقى يا جماعه الشروط: الا يزيد عمر المتقدم عن 26 سنه، فخلي بالك تكون مؤهلك مؤهل عالي بكالوريوس هندسه تخصص هندسه كهرباء، فهنا محددين التقدير لا يقل عن جيد جدا، وطالبين يا جماعه كمان الكارنيه نقابه المهندسين، فدي نقطه كمان مهمه. هتلاحظ ان بدايه الاعلان صحيح 16/2، ولكن التاريخ الفعلي في بدء تلقي الابلكيشنز او الطلبات بتكون من 1/3 وحتى 16/3، ومره تانية نقدم في بدري مبكرا هيكون افضل بكتير. تعالوا بينا مع بعض نشوف المهندس حاسبات ثالث يا ترى الدنيا عاملة ازاي، نفس الموضوع ولا لا؟ اهو نفس الموضوع، يلاحظ اداء الاعمال الهندسية لا يقل عن 26 عام، مؤهل عالي بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة حاسبات، فهم قصرنها على هندسة حاسبات، فده معناه الناس يا جماعة تقول لك انا خريج ونقول نظم معلومية، خريج معرفش ايه، مش هينفع، لان هو هنا كاتبينها ولازم يكون معاك كرنيه المهندس نقابة المهندسين، نفس التفاصيل ونفس هذه الأمور، أهو هندسة الإلكترونيات والاتصالات، أهو نفس التفاصيل قدام حضراتكم، مؤهل عالي بكالوريوس تخصص إلكترونيات وتخصص اتصالات فقط، ده الحاجات اللي هم طالبينها في هذه الوظيفة، فخلي بالكم من هذه التفاصيل. تعال نشوف تخصص مساحة، هل يا ترى فتحوها لخريجين قسم الجغرافيا؟ لا، برضك نفس الموضوع، فاتحينها فقط للمؤهل بكالوريوس الهندسة تخصص المساحة فقط. تخصص مدني ثالث، هتلاحظ نفس التفاصيل قدام حضراتكم، اهو بيفتح معانا زي ما انتم شايفين، يكون حاصل على بكالوريوس تخصص مدني، فكل واحد واخد الجزء بتاعه. الباحث القانوني، تعالوا نشوف ايه المطلوب في هذا الشأن. زي ما انتم شايفين طالبين يا اما يكون مؤهل عالي لسانس حقوق، او مؤهل عالي لسانس الشريعة والقانون، لده لده فقط، وألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عام، وده الورق المطلوب: الصورة الشخصية، رقم القومي، وجه أول، وجه ثاني، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى، إيصال الإيداع، الموقف في الخدمة العسكرية، شهادة التأهيل في حالة الإعاقة، والفيش والتشبيه. وهتلاحظ هنا لما بتفتح إن شاء الله بيكون في الخانة بتاعة التقديم. مرة تانية بتدخل على بوابة الوظائف الحكومية، ركن الوظائف، هتلاقي عندك قدامك هنا هذه الوظائف: مصلحة الشهر، العقاري، والتوثيق، وربنا يكتب للناس الرزق الحلال بإذن الله وبالتوفيق. والجماعة مرة تانية حضروا ورقكم، استعدوا لفتح الباب، قدموا على طول قبل ما الموقع يقع، وخلي بالكم من البيانات، رقم التسجيل، بالراحة سجلوا، وربنا يوفقكم ويكتبوا كل خير بإذن الله.